كنت قط. خذي اخيتي هذا راه ما كيحشمش، سيري بلاصتك دابا. والله الا عييت شوف نتكشر فيه نقولو ما حادكاش هانتي تشوفي وجهو يا اختي قاصح، وجهو قاصح ما كاينش مقصح منه تبارك الله عليك الله يحفظك. شنو كتقول شرحوا لي شنو هي هاد الكمامه؟ حنا عندنا الكمامه هي ديك البافيت. خوتي عندي بودار عندي بودار في الدار انا سكنه داك الدواء الله يحفظك اخيتي الا كنتي ما ناساش نرش الدواء عندي جلست تغسل الماعن قولي ما تغسلش الماعن ايوا شوف اختي غسل لي عرفتي شنو هي شوف غندير الطواجي البودار حيت عرفتو راه ميمكنش شويه بودار يخرجني نسكن في بلاصه واحده اخرى وي سكن بلاصتي وي كنحس براسي دار وماشي داري شيما انا نبقى نجاوب ليك نبقى نجاوب ليك كيف تهضر معاك واخا صافي حيدتي هذا شنو كيقول لي هو كيحش والله يا اختي لو شو قاصح انت حشمش كنقول لي ما تغسلش الماعن قولي ما تضرش ما عندناش شي عطر سالة شي حاجة كترش نعم تاني وليت تعرفين ما سويني يا اخويا الزين كيعرف الزين اش هي خايبة هي رد فن هي اللي منورة تيك توك اصلا ولو انا هادشي كندير دار خصو الشاشة ماشي فاش خصو كاينة شي الشاشة هادشي خصو مخدامش هداك الشي خاصو يطرش ونخرجو ماشي نعسو دابا هدا مفيش الريحة ما مفيش الريحة هدا ايوا انا كنفيق بحركة نلبس ونخرج اش نقول مصايب واحد هاد دابا تصايب عرفتي باش نشكرتها دابا تفكرتها تفكرتها ملي كنت نشرب عصير زوين طلع زوين لا انا ماشي بحال المانغو المانغو ما عنديش معاه بالحليب القهوة ما عنديش معاه ايوا يا المشاهدين خصنا الشاشة ضروري لهاد الصمر وراه طيب غسلت الكيس غسلت الماعن غسلت وغسلت الطنج هادي اللي تنغسلو فيها ايوا اختي حادقة كنت كنت تقولي جوج كيسان اهلين واصلا انت جميل بقى كنت هاود معاكم وحشتكم وهانت مره كندير الدواء ما تساليش واجيتي وريتك هادشي اللي خديتي كيف كتلعب كنلعب درا حبابي بصح شوفوا تقولوا ما حادثاش هو انت مابقاش غتدي داك الشيء ما عرفنا ما عرفت فين شي ربطني هو قالت لهم شي راسي قال لي لا ايوا يا اختي سعداتك كنت غنطلب الماكله وقلت نتسناك تجي نطلبو نطلبو ناكل انا وياك حيت ما نقدرش ناكلها بوحديتي راح يطلع اللايف الله ي... ما كليتش ما طلبتش الماكله ايوا جيتي طيب حتى جيتي قلنا لك تاكلي ما بغيتيش راح يطلع اللايف وسير انت الله عليك هذا راه الدواء دو دارع دار الطود بودارة اللي عنده بودارة يصيفط لي ميساج نقول لي شنو هو واخا ما عارفاش
ندير لهم شويه في قريعه. خصني ندير الشاشه. عندي شي الشاشه منيرة ما بقيتش كطلعي لايف. ثانكيو ما شفتش شنو صيفطوا لي. الكوليكسيون عندي كيفاش هشوفو. والله خويا تنبلوكي انت صباري سير بحالك. عرفتي راه برجيك مي هذا بليت نبلوكي دار لي تاع الراس المشكله حطها ليكم هاكا. يا ما سير شي نتا الكمامة دابا مازال قاصر هذاك وفرع الراس معاه هذا حبط الله. انا قاصه كنتهاود معاكم هو الناس مسالطا خوتي. راه عندي بودارع والله الا عرفتي راه عندي بودارع هكا 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 لا ماشي في الثلاجه. في الثلاجه غضحكوا عليا. خليت حتى ما درتولو. هنا في الامارات معروف كاين بودارع بزاف والله. هو سرق الزيت. ودار هو سرق الزيت وهنا كيقولوا له الصرصور. الا كاين شي راجل يصيفط الف يلاه. والله الا من الصباح من درت اللايف هذه ساعه د المكانه يلاه وصلاني 1100 ما عرفتش الفطور هذا صافا غنسد هذا اللايف. دخلت عليك بالله شكرا امير صبحتي. انا اش كديري لي هاد الدواء هذا راه ديال شركه الرش. كتجي هنا اصلا كيجيو شركه الرش عندك ديما اسالتي بلاتي وما خليت ما درت ليه. انت فين عايش في الامارات انت؟ هذا واحد الشوكه بلاتي نشوف لك الشوكه واش كاينه نوريها لك. شكون خويا حكي ما كاينش بحالك. ايمن سالم ما كاينش بحالك. ما عنديش شي حاجه نطلع عليها. عندي واحد الشوكه غزاله ولكن هذيك الشوكه عاوتاني خصك. اوه ثانك يو حكيم شكرا. الله يحفظك حكيم شكرا. وهاد الشركه اللي جات عندنا للخدمه هنا جيت مرحبا حكيم شكرا بزاف. اللي جات عندنا الخدمه رشات عرفتي بحال ما كاينش كاع والنمل مساء الورد مساء النور والنمل بزاف وكلشي خوتي.